ودلوقتي هنعمل مع بعض كشري اللي حابب يعمل كشري. هو عباره عن ايه؟ عتب جبه منقوع، هينقعه كده ساعتين كده ولا حاجه قبل ما نبدا نعمل الكشري، ورز وحمص، ولو تحب شعريه بس احنا عاملين حاجه بسيطه خالص يعني مبسطينه جدا. في بصل، في بصل محمر، في عصير طماطم، يعني حاجة سهلة خالص وبسيطة ما فيهاش أي حاجة، كشري عادي خالص. كشري بص احنا حمرنا بصل قبل ده عشان ايه نبدأ ان احنا ده البصل ده بيتحمر ازاي، بنقطعه ونرش عليه حبة دقيق وبعدين نحمره زي ما بنحمر البطاطس عشان يطلع معاكي مقرمش كده، ده يتعمل لوحده. يبقى انا بقطع البصل جوانح برش عليه حبة دقيق واروح محمراه زي البطاطس. طب يلا بقى نعمل حلة الكشري بتاعتنا. بسم الله، نجيب شوية زيت، يا اما اجيب بصل من ده. المفروض ان انا بعمل ايه عشان بس انا اسهل لكم الموضوع، فهاخد بصل المحمر ده اللي انا محمراه. انما انا مثلا اما اجي بعمل في البيت بعمل ايه؟ بنزل البصل كله احمره واشيل شوية من اللي انا هحطهم للايه؟ للوش، وابدا اكمل على الحبة الصغيرين الموجودين في الحلة عشان يديني لون حلو للرز ويديني ايه شكل حلو. طيب طبعا بس انا يعني برضو ده ما بيطلعش اللي انا بعمله في البيت ده ما بيطلعش ناشف قوي زي الطريقه الاولانيه اللي قلت لك عليها. احنا بنرش دقيق وبعدين نحمره زي البطاطس بالظبط، انما في الحله دي بتبقى طريقه تانية بقى خالص. هبجيب كده ايه حبه بصل، اغمقهم بس اكتر شويه عشان يديه لون حلو. تمام، هجيب بقى العدس بجبه المنقوع، ده اللي انا عايزه اعملهم مثلا، واديها الميه اللي انا عايزه ايه احطها لها بالشكل ده واسيبها تتسلق. بس اديها بقى شويه ملح الاول وكمون عشان تبقى ريحتها حلوه بتتسلق. استنى اديها شويه كمون وشويه ملح، شويه كمون كده صغيرين وشويه ملح، واسيب بقى دي السلق. نيجي نعمل هنا التسبيكه، انت سخنتي قوي شكلك. التسبيكه تهدى شويه الحل عشان اسيبها بس على النار تسخن، حط لها شويه زيت حط لها شويه بصل، ممكن بصل وثوم وممكن بصل بس. شوية ملح ونزل عصير الطماطم عليها. بس تبقى شوية صغيرين. ماشي. ده خلاص كده. هنا هتغلي. لو تحبي حبة شعرية نحمرهم وروح منزلها عليها كمان. مش عايزة شعرية خلاص مش لازم. هو كده كويس. خفيفة خالص. بقى هي خفيفة ما فيهاش اي حاجة. اللي ما عايز شعريه حمري شعريه بننزلها مع الرز. وهنا كده على دي هروح منزله هنا عصير الطماطم، حبه الايه الصلصه اللي انا عايزاهم طبعا الكميه اللي انت تفضليها، واحط لها بقى برده شويه كمون وشويه شطه، حط اللي انت عايزاها بقى زي ما انت عايزه، وشويه ملح وفلفل، واسيبها تتسبك. شوية ملح وفلفل، دي كده صلصة الايه الكشري. ممكن بصل بس وممكن بصل وثوم، واسيبها تتسبك. نسلق بقى مكرونة اللي انت عايزاها، ممكن اسباجيتي ممكن اسباجيتي ونوع تاني، ممكن ما نسلقش مكرونة اصلا، ممكن تبقى كده بس، بس ايه ممكن بحمص بس، يعني الخلطه دي كده زي ما هي وعلى وشها الحمص بس. المكرونه طبعا زي ما احنا متعودين بقى في المحلات وفي الحاجات دي كلها لازم المكرونه والدقه، ده اساسي معانا. بس مش عايزاكم تطلعوا من رمضان بقى نخش على الدقه والحاجات التقيله دي، عايزين نبقى خفافي خفافي كده. ماشي. هتغلي اهي،
طبعا العدس ما يكون منقوع بياخدش معايا وقت خالص في السلق، يعني مجرد هي غلوه كده خلاص. ده في كمان لما بنطول على العدس شويه بنطول عليه في النقع، مثلا لو بنديله من عامل امبارح انا ممكن احط الرز والعدس اتنين مع بعض مره واحده. انا عايز حد يديها حمص كمان معاها. حمص كده ونزل الرز، حمص مسلوق، حمص ايه مسلوق. ده كشري في السريع بس هوطي عليه بقى، بس اتاكد ان هو غلي واسيبه لغايه ما يستوي. وادي كمان معايا البصل اهو موجود والكمون وشويه شطه كمان لو احنا عايزين، ونعمل الدقه كمان. بس ايه، انا ممكن حتى انا هعمل لها دقه من غير توم، هعمل لها دقه عصير ليمون بس بلاش توم بقى، احنا بنزور بعض وعندنا ضيوف ورايحين لناس فبلاش بنهب بالتوم معانا، هيبقى عصير ليمون بس. دي طريقه سهله جدا بسيطه وخفيفه. هناخد كده ايه، نوصل لنا قد ليمونتين ونحط عليهم ميه وممكن كمان شويه خل، مش هيجرى حاجه الخل كويس، شطه، كمون وخل وميه. يبقى ايه، خل وميه وشويه ملح. فين المعالق يا ولاد؟ ملح كده وميه. دي كده الدقه الخفيفه، دقه الليمون دي يعتبر يعني ما فيهاش اي حاجه غير خل وليمون وملح وكمون وشطه بس، بلاش توم بلاش توم. هي طبعا التوم بيديها حاجه تانية خالص، بس بلاش النهارده، كفايه البصل. عيد بقى، كل سنه وانتم طيبين. تمام، طيب بس كده.